ذات يوم أحد أخبر تامر شقيقه دالي أنه كان يتنزه مع صديقه كريم، وفي يوم السبت الذي يليه عثرت الشرطة على تامر فاقداً للوعي في الغابة. قال دالي إنه كان يعمل طوال الأسبوع، أما كريم فقد وجدوه يتجول على الطريق السريع. قال إنه قد ضل طريقه في الغابة فور وصولهما ووجد طريق العودة للتو. كان أحد الرجلين يكذب، من هو؟ انظر إلى كريم، إنه حليق الذقن، وهذا مستحيل بالنسبة لرجل قضى أسبوعاً في الغابة. يوجد في الغرفة خمس فتيات، عشتار ترسم، وأولغا تقرأ، ومريم تلعب الغميضة، وإيمان ترتب. ماذا تفعل سارة؟ سارة تلعب لعبة الغميضة مع مريم بالطبع. ما الرقم المفقود؟ تلميح صغير، ليس أربعة. الرقم المفقود خمسة. العدد الذي يتبع 234 هو 235. في بلدة الوادي المشرق الصغيرة أخذت ثلاث معلمات إجازة مرضية ذات اليوم. قالت جنة إنها تعرضت لحادث سيارة وكسرت ساقها، لذا لا يمكنها المشي. وتقول إيمان إنها أنهت لتويها تمرينا صعبا وأصيبت رقبتها، لذا لا يمكنها أن تدير رأسها. وتقول فتحية إنها سقطت عن الدراجة وكسرت ذراعها، لكن واحدة منهن كاذبة. هل تستطيع معرفتها؟ إنها جنة. إذا كانت لا تستطيع المشي فعلا، فلماذا لا تحمل معها عكازا؟ إذا كانت السماء تمطر في منتصف الليل، فهل تتوقع أن يكون الجو مشمسا خلال 72 ساعة؟ كلا، سيحل الليل مجددا بعد 72 ساعة. يوجد في الغرفة شخصان وكلاهما جالسان، لكن إذا وقف أحدهما فلن يكون قادراً على الجلوس مكان الآخر مهما فعل. كيف ذلك ممكن؟ يجلس الشخص الثاني في حضن الأول. يقول الأب لابنته المراهقة: لقد جئت في وقت متأخر عند الثالثة فجراً، ولقد قلقنا عليك كثيراً. لا أريد أن يتكرر هذا الموقف، لكن إجابة الابنة أن هذا لن يتكرر ثانية. كيف يمكنها أن تكون متأكدة هكذا؟ كان الأب يتحدث عن ولادة ابنته. دفع خبير فني أموالا طائلة في مزاد مقابل لوحة كان يعلم أنها بلا قيمة. لقد كان رجلا أمينا وليس لديه أي نوايا إجرامية، لماذا اشترى هذه اللوحة؟ رغم أن اللوحة لم تكن ذات قيمة، لكن كان إطارها تحفة فنية جميلة وباهظة الثمن. يضع أحد باعة الشطائر المتجولين لافتة تقول: شطيرة نقانق واحدة بواحد ونصف جنيه، وثلاثة شطائر نقانق بخمسة جنيه. يعلم أن شراء ثلاثة شطائر نقانق أغلى ثمنا، لكنه لا يغير لافتته، لماذا؟ في كل مرة يرى فيها الزبون تلك اللافتة كان يشتري شطيرة واحدة ثم ثانية وأخرى ثالثة بما قيمته 4.5 جنيه، وهكذا يكون الجميع سعداء. يظن الزبائن أنهم أذكياء ويزيد البائع من مبيعاته. سرق أحد البنوك عند نشوب حريق. قال حارس الأمن للشرطة إنه أراد حماية كيس النقود، لكنه اضطر إلى الانحناء لربط حذائه أمام مخرج الطوارئ مباشرة. في تلك اللحظة فتح الباب وضرب على رأسه. عندما استيقظ كانت الأموال مفقودة. لماذا قبض على حارس الأمن؟ تفتح جميع أبواب الطوارئ للخارج.
يوجد برميل ماء في الحديقة، تنظر إلى داخله وتقول إنه أكثر من نصف ممتلئ، لكن صديقك يجادل بأنه أقل من نصف ممتلئ. كيف تعرف القياس الصحيح دون استخدام أي أدوات قياس أو إزالة الماء من البرميل؟ أمل البرميل بحيث يلامس الماء حافته. إذا كان بإمكانك رؤية الجزء السفلي فالبرميل أقل من نصف ممتلئ، إذا كان القاع لا يزال مغطى بالماء فالبرميل مملوء لأكثر من النصف. كان سام وشقيقه جون يتشاجران دائما، لم تستطع والدتهما أن تتحمل الأمر أكثر من ذلك، وتوصلت إلى خطة ذكية لإيقافهما. طلبت من الأولاد الوقوف على ورقة واحدة بحيث لا يلمسان بعضهما البعض، وقد نجح الأمر. لم يعد بإمكان الأولاد الشجار، كيف فعلتها؟ وضعت المرأة الورقة تحت باب مغلق وجعلت سام يقف على جانب وجون من الجانب الآخر. يوجد جسر يبلغ طوله 1.6 كيلومترات، يمكنه حمل 2300 كيلوغرام في المرة الواحدة، وهذا هو بالضبط وزن الشاحنة التي تعبره. تصل الشاحنة إلى منتصف الجسر وتتوقف. فجأة حط طائر على الشاحنة، هل سينهار الجسر؟ لن ينهار الجسر، لأن الشاحنة استخدمت بالفعل بعض الوقود لتصل إلى منتصف الجسر، وبالتالي أصبح وزنها أقل من 2300 كيلوغرام. تجلس شابة بالقرب من النافذة. في البداية كانت غارقة في التفكير، ثم قررت فجأة رمي شيء ما من النافذة. بعد دقيقتين سقطت على الأرض فاقدة للوعي، لكنها بصحة جيدة وليست عرضة للإغماء المفاجئ، ولم يكن أحد في الخارج ليضربها. إذن ماذا حدث؟ لقد ضربت بذات الشيء الذي رمته من النافذة، وما كان سوى حذوفا أو بومرانج مرتدة عادت وضربتها على رأسها. بالطبع كان هذا غباء. رجلان في غرفة يواجهان بعضهما البعض، أحدهما عالم نفسي ويمكنه رؤية المستقبل، ويتوقع أنه في غضون 10 دقائق سيضرب الرجل الآخر على مؤخرة رأسه. لم يستطع الرجل الثاني التوقف عن التحديق بالساعة على الحائط بسبب صدمته وتشككه مما سيحدث، وبعد 10 دقائق بالضبط سقط الرجل على وجهه أرضا. كيف حدث ذلك؟ بعد 10 دقائق استدار الرجل ليرى ما إذا كان هناك أي شخص خلفه. في تلك اللحظة بالضبط ضربه العالم النفسي على رأسه من الخلف. بدأت أشك بأنه عالم نفسي. بينما تسير نحو الغابة ترى فجأة رجلا يرتدي ملابس سباحة ونظارات سباحة واقية ويضع أنبوب التنفس ويخرج من الغابة، ثم يسقط على الأرض كما لو كان منهكا. لكنك تعلم أن أقرب مسطح مائي يبعد عدة كيلومترات، كيف وصل الرجل الغريب إلى الغابة؟ كان في الغابة حريق هائل، وكان على الطائرة التي تتولى إطفاءه جمع المياه من البحيرة البعيدة، وأثناء ذلك علق الرجل بطريق الخطأ بينما كان يسبح في البحيرة أثناء جمع الطائرة للماء، ثم سقط من الطائرة مع الماء ونجا بأعجوبة، وهكذا رأيته. بعد تلقي بلاغ من مجهول هرعت الشرطة إلى منزل قيل إن المشتبه به موجود فيه. ليس لديهم وصف لشكله، لكنهم يعرفون أن اسمه كريم. وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان رأوا 4 أشخاص يجلسون على طاولة: نجار ورجل إطفاء وسائق شاحنة وميكانيكي، ولا يحمل أي منهم بطاقات أسماء. ودون أي تردد اعتقلوا رجل الإطفاء، فكيف عرفوا أنه الرجل المطلوب؟ كان رجل الإطفاء الرجل الوحيد في الغرفة، وكل من بقي على الطاولة من النساء، ولا يمكن أن يكون اسم إحداهن كريم. ريم ربما، لكن ليس كريم.
كان رجل وزوجته يقودان سيارتهما على الطريق السريع عندما نفد الوقود، لذا قرر الزوج السير إلى أقرب محطة وقود والتي تبعد حوالي ساعة سيرا على الأقدام. وقبل أن يغادر طلب من زوجته البقاء في السيارة وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تشغل الزوجة التي تشعر بالملل وترغب بالترفيه عن نفسها الراديو لتستمع إلى بعض الأخبار الصادمة. هرب مجرم شهير من السجن وشوهد آخر مرة على ذلك الطريق السريع حيث السيارة موجودة. يقدم مراسل الأخبار وصفا مفصلا للهارب. تشعر الزوجة بالخوف لدرجة أنها تغلق الراديو بسرعة. تتحقق مرتين من جميع الأقفال، لكن عندما نظرت لأعلى رأت الهارب على بعد أمتار قليلة من السيارة. عندما عاد الرجل وجد السيارة لا تزال مغلقة، لكنه لم يجد زوجته. كيف حدث ذلك؟ الجواب بسيط، كان الزوجان يقودان سيارة مكشوفة، ولم تكن الزوجة ذكية بما يكفي.